طائفة من الناس عزموا على تدمير المغرب الشقيق فيقوا يا ناس واتقوا الله، هذا شيء لم يقع أبدا، سيناريو محبوك مخدوم. جماعة تدعو إلى استقلال حابين يستقلوا يولوا دولة وحدهم منافذ يديروها في رؤوسهم، ولذلك على الدولة أن تكون صارمة وأن تخرج عصا عمر بن الخطاب، ماشي سيف الحجاج الذي كان ظالما، عصا عمر بن الخطاب. أيما إنسان يتعدى لابد أن ينال جزاءه، لا يهمك من كان وكيف كان وما هي عقيدته وما هو مذهبه، صبته يحرق في حانوت أديه وعاقبه، صبته يتعدى على دار أديه وعاقبه، لا يهمنا وش يكون عقيدته ولا مذهبه. يا سبحان الله، إذا سال الدم يعني شكون يحاسب يوم القيامة؟ هذا الدم إذا سال كل الأمة تحاسب على سيالنا الدم، على الأمة أن تحمي المغرب الشقيق. خطيكم الفيسبوك هذا الذي يدمر عليكم حياتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، لا يظلمه ولا يحقره، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا رب يا رب املأ بيوتهم خير وبركة، اللهم يا رب املأ بيوتهم خير وبركة، اللهم باعد بينهم وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم احفظ، اللهم يا رب احفظ نساءهم وبناتهم واولادهم ورجالهم وشيوخهم وعجائزهم، اللهم احبب اليهم الصلاة والزكاة والصوم والحج يا رب يا رب. هؤلاء المحبين من وجدة اختم لهم بلا إله إلا الله، واحشرهم مع أهل لا إله إلا الله. سلم لي على أزلال، وسلم لي على الزاوية البصيرية، وسلم لي على الدار البيضاء، وسلم لي على مكناس، وسلم لي على فاس القديمة والجديدة، سلم لي على الشرفاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم لي على العلماء، سلم لي على المدرسة الغمارية، سلم لي على المساجد. اللهم إني أسألك بالقرآن الكريم آية آية أن تحفظ المغرب الشقيق. مشاهدينا الأعزاء، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا